بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة يعني ايه ده في ايه مش اشكال. هنتكلم النهاردة بإذن الله عن ايه يا دي يا رامي، عن ايه يا دي يا رامي، عن العنصرية في أوكرانيا. عنصرية يعني ايه؟ يعني شخص مش عايزك في بلده من الآخر يعني. فدي تبدأ ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول لكم بقى ايه بنتحل، يعني نتكلم ازاي عن موضوع العنصرية ده. اوكرانيا دولة مسالمة عموما، الشعب فيها محترم جدا، ما عندهمش حتة العنصرية. انت مبدأ ان انت تقول ده عنصري، سواء عنصري في العمل، عنصري في الشارع، عنصري في المواصلة، عنصري في المطعم، عنصري في اي داهية، واخد بالك؟ مجرد ان انت تبسط له بصة عنصرية بتخليه هو بتحوله عنصري. تمام؟ فكرتك ان هو عنصري دي بجواك تبقى حاجة فيك يعني، غير زي ما بيقولوا ايه، ما عندكش ثقة في نفسك من الاخر يعني. تمام؟ وعلى فكرة انا عايز اقول لك على حاجة، في بعض العرب ان لم يكن اغلبهم الا من رحم ربي، نظرتهم للمواطن الاوكراني نظرة عنصرية. ازاي؟ بيبقى في بلده وبيتنك عليه، يقول لك يا عم ده بلد جعانة، ده بلد فقرانة، شوف ده لابس ايه، شوف ده عامل ايه، شوف مش عارف ايه، ده البت دي تيجي مش عارف ايه، ده انا امبارح كنت شايفها في الديسكو مش عارف الواد كان زنقها فين وبتاع وبيعمل ايه. دي الحاجه اللي اسمها بيسموها عنصريه. احترمه يا جدع، انت في بلده فاحترمه. تمام؟ احترمه. اما من الناحيه اللي هي العنصريه اللي هي بالشكل العام المرعب، يعني ان هو بتبقى انت ماشي في الشارع ومجاي خبطك، بيبقوا موجوعة مجموعه اللي هم السكين هيد، اللي هم الناس القرع اللي ماشيين زي ما في روسيا والكلام ده بيحصل، بيمسكوا الاوزبكستان والقازيين واللي هي الغير البشره غير البيضاء او البشره غيرهم. تمام؟ الكلام ده مش موجود تماما تماما تماما. فطمنوا بالنسبه للطلبه، بالنسبه للسياح، بالنسبه للناس اللي جايه فترات طويله في اوكرانيا، بالنسبه اللي جايين فترات قصيره، الناس بتبص لك بالظبط على حسب تعاملاتك، على حسب اخلاقك معاهم في التعامل. اما حالات اللي هي الحالات الاعتداء على العربي، اعتداء مش عارف ايه، والله العظيم هتلاقيه اعتدى عليه فين؟ جنب ملهى ليلي، في صاله ديسكو، مش عارف ايه، بتبقى كلها حالات فرديه، وبناء انه بيبقوا شاربين، سواء العربي بيبقى شارب، سواء الاوكراني بيبقى شارب، بتقابل ناس كتيره شاربه في الشارع ومش عارف ايه، ويتريق عليك ويتمهجس عليك، ده شارب، سيبه في حاله، ما بلاش تروح تحط عليه، بلاش تبص له تقول له ها؟ بتقول حاجه؟ لا يا عم مالكش دعوه بيه. وما تعتبرش ان انت ماشي في الشارع وما ردتش عليه تحس بنفسيتك، يا لهوي ده ايه ده، ده قال كلمتين وما ناولتوش في وشه، يا عم سيبه يا عم، سيبه الله الله يسهل له، ده بيبقى شارب، ما تروحش بس جنبه. واخد بالك؟ ولو لقيت واحد واقع في الشارع ما تقومش تشيله، سيبه عشان البوليس ما يجيش يلبسك مصيبه، لانه بيبقوا شاربين. العبد الله اول ما راح اوكرانيا هناك وبتاع مش عارف ايه، شاف ده بيقول لا اله الا الله، بينزل كان تنزل من العربيه اجري، شويه عصير يا عم، شويه ميه باللي وشه مش عارف ايه، الناس يبصوا لي الحمار ده، الراجل ده انت مطيور ولا ايه يا عم الحاج، ده شارب ومتكعبل، يقول لي انت مش عارف ايه مزاجك عنب، يا عم انت مال امك، انا مزاجي عنب ومش عارف، يقول لي انت اسمك ايه، انت منين، انت حبيبي، انا مش عارف انت من مصر، اقول له انا من مصر يا عم، يقول لي انا شفت الاهرامات في اسكندريه. عموما اي حد تشوفه واقع ماشي متكعبل ده بيبقى شارب، واخد بالك؟ انت لو انت فعلا يعني قمه في الاخلاق، اتصل بالاسعاف، رقم الاسعاف عندهم ارقام وارقامهم، اتصل بالاسعاف تيجي تشيله، او بيبقى عربيات الدوريات البوليس ماشيه كتير، بتتصل او بتوقف اي عربيه شرطه وتقول له الاخ ده واقع، الله اعلم مش عارف ايه، وقع ازاي وبتاع الكلام، او امشي وسيبه في حاله. دي نقطة العنصرية. نتكلم عن الأكل الحلال في أوكرانيا. واخد بالك؟ الأكل الحلال في أوكرانيا، في محلات، في سوبر ماركتات تركي، في مطاعم سوري، في مطاعم عربية كتيرة، أنت فاهم؟ في كل مدينة في شباب زي العسل، بيبقوا طلبة بيعملوا موضوع اللي هو البيزنس اللي هو بيطبخ ويأكل أصحابه مقابل زي المطبخ. في بتبقى طالبات بتيجي تدرس في أوكرانيا هناك وبتاع، بيدرسوا وبتاع، بيطبخوا بعض زي اللي هو المطبخ وبتاع، زي ما بيحصل في الدول العربية والكلام ده، مقابل أجر مادي، بتقدر تعين نفسها بالأجر ده اللي أنت بتدفعه لها. على الحقيقة دي بنت متقمة الاحترام وعلى دماغنا من فوق كعرب، خلي بالكم من بعضيكم بالنسبة كطلبة، بلاش تحطوا على بعضيكم، بلاش تبقى في عنصرية بينكم وبين بعضيكم، اتقوا الله في بعضيكم، وأهم حاجة اتقوا الله في الفلوس اللي أهليكم بيبعتوها. آه والله
يعني الاهالي بيبقى طبعا سعر العمله، ثورات في سوريا، ثورات في العراق، مصر دولار مش عارف وصل ب 20 جنيه، 20 بقى ب 20 من نعمه في السوق السوداء، مش عارف ايه، الاهالي طالع عين ابوها عشان يبعتلكوا الفلوس، ما تجيش انت بقى تظبط بيهم نسوان ولا تقعد فيها كافيتريات ولا بتاع، خليك واد رجوله كده، خليك واد حرك، انت فاهم يعني ايه؟ حلل القرش، اطلع بنتيجه، فرح ابوك وامك بيهم بالقرش اللي بيبعتهولك، وخليك راجل ومسؤول عن نفسك. الغربة محتاجة رجولة، مش محتاجة مرقعة. مرقعة بالمصري يعني تكون هوائي، تكون خفيف، عايزين راجل، عايزين ذكر. ايه تاني نتكلم فيه غير العنصرية؟ الاكل الحلال، و اللهم صل على حضرة النبي، تحويل الفيزا السياحية لدراسية. في ناس سألتني على موضوع الفيزا السياحية، ممكن أحول الفيزا السياحية لدراسية؟ لا، فيزا الدراسة حاجة، فيزا السياحة حاجة تانية. أنواع الفيز وطرق الحصول على الفيزا والحاجات دي، ده فيديو تاني خالص، سكة تانية خالص بإذن الله. بقى إيه هتعرض لكم أو هتعرض ليها؟ ما بتعرضش لحد، أنا هتعرض ليها. في حاجة تانية، الهروب من اوكرانيا، حاجه حلوه يا والله العظيم، الهروب من اوكرانيا للاتحاد الاوروبي. في ناس كانت بتسالني بتقول لي يا عم رامي، ممكن ان انا يعني اجي اوكرانيا واطلع منها على الاتحاد الاوروبي؟ لا يا برنس، اولا هتلاقي نصابين مش هيطلعوك ولا هيودوك ولا هيلففوك، والله العظيم في ناس نصب عليها عمل في بعض قرى على الحدود، مع الحدود مع المجر او بولندا او رومانيا او سلوفاكيا، حتى على كل حدود بيبقى في قرى، تمام، ممكن دول بيخش من غير فيزا عادي كاوكران، المهم بيعلق له اي علم كده، يقول له انت كده وصلت الحدود، يلا سلام عليكم، هوب وان جاي خلع، التاني ده داخل بقى الله اكبر وصلت، وعمال بقى ايه بيقدف بايده ورجله عشان يوصل بسرعه، مش عارف ايه، تلاقي الولاد بيتكلموا اوكرانيه يا عم الحاج، لا احنا فين، في اوكرانيا ولا في بولندا؟ تقول يا عم الحاج احنا في اوكرانيا يا عم الحاج، يا ست احنا في بولندا، ممكن انت عندك زهايمر ولا حاجه، يا ابني احنا في ام اوكرانيا يا عم، الورقه اهو، فاهم؟ فدي سكه ناس، فالناس اللي هي فاكره ان سكه الدراسه بتكون سبب ان هو اقدر منها من خلال اهرب على الاتحاد الاوروبي، لا، الحدود متكعبله، واخدين بالكم؟ الحدود متكعبله، وان شاء الله برضك هنزل فيديوهات توريكم شكل الحدود عامله ازاي، وشكل حراسات الحدود عامله ازاي، حاجه تخض اقسم بالله، تمام؟ يعني الحاجه اللي انا كنت بستعجبها، يعني وانا ماشي مثلا بعربيتي مثلا رايح ما بين اوكرانيا وبولندا او مثلا رومانيا، مطلع عين امي على الحدود الاوكرانيه، وفي الدول الاتحاد الاوروبي يعني الدول التانية خلاص، ما انت طالع عين امك في حته في بلدك، انت نفس الحال كده، ما انا كنت طالع من مصر في اول الحياه خالص، يعني انا اول ما طلعت خالص، اول سفريه ليا كانت بفيزا، طلع عين اهلي، فين جواب ضابط الاشاره، فين جواب مش عارف ايه، في موقفك من التجنيد، روح لمحمد بيه، روح مش عارف ليه، وتعالى ويجي لك امين شرطه، اللي قاف هنا شويه يا ابني، معامله بسم الله ما شاء الله، يعني تحت جمهوريه مصر العربيه، مش ما عنديش اي حاجه ضد مصر يعني، عشان ما ايه ما تصبليش في المصلحه، واخدين بالكو؟ فالهروب من اوكرانيا للاتحاد الاوروبي انسى امر. بس تقريبا كده الفيديو ده كمان خلص على فكرة، يلا اشوفكم على خير بإذن الله، ونشوف اي حلقة تانية نرغيلكم فيها، يلا السلام عليكم.